ساعة واحدة بس أروح أحب على نفسي ست عادي أقول حقك علي. أنا السبب، أنا اللي معرفتش يا ربي. إنتي اللي عملت فيكي كل ده. معلش، إن شاء الله ربنا هيديكي الصحة وهتعملي كل اللي نفسك فيه. في واحد اسمه كداجي بيسأل على سعادتك بره مع واحدة. قدم داخل واطلب الدكتور وخليه يجي بسرعة. بس انت زين سويت اللي جبت الحرباية هذه معاك. انا من اليوم ورايح بعطيك الميدالية الذهبية في النساء. سلامات سلامات. فانت كنت عاوز تبيعني للكلب اللي اسمه علوان وتلهف من ورايا 350 الف جنيه وهو مش هيطلق. ايه الكلام الفاضي ده؟ مين اللي قالك كده؟ اللي قالي قالي يا حبيبي. كنت عايز تاكلني وتاكدني للراجل الغريب. يبقى الواد النجس اللي اسمه طاعون هو اللي قالك. يبقى هو بقى كلامه صح. وماله يا نجمه مصر، انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ ده بتصنع محلي معمول ايدي وعلى ايدي، خدتك ونظفتك وشغلتك وعليتك وخليتك نجمه مصر. ايه ببلاش ده؟ ملوش تمن؟ بتعايرني عليا عرة الرجاله انك هزقتني وقلعتني. سايبها لك يا اخويا مخدره، ابقى اطلع انت ارقص لهم. لا على مهلك شويه بس، تعالي استني. تنسيش نفسك انك انت ماضيه على عقد لا مؤاخذه في شرط جزائي بمليون جنيه. عقد مين يا ابو عقد؟ العقد ده تبله وتشرب ميته. يا ولا يا ولا ما تقطعش قلب امك عليك، حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. لا انت فاكر قلب امك ده ايه؟ حته دبشه زلطه ما بتحسش. ده انا ما بنامش طول الليل عشانك ولا بدوق النوم وانا سامعاك عمال تعيط زي العيل الصغير. طب قول لي اعمل لك ايه وانا اعمله؟ اروح لاخوها ابوس على رجله واقول له جوزها لك؟ طب خدني انت له، انا ما اعرفش سكته. خدني له وانا اروح، والله العظيم والله خيبين عليا ما كنت ابوس على جزمته واقول له يجوزها لك. بس ما تعملش في روحك كده يا حبيب قلب امك. يا ولد يا ولا حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، حرام عليك. يا اخويا انت سايب لي نمرتك مع المحل كله. ايه قلت يمكن تليني وتتصلي. بص يا شيخ عمران، اللي عاوز البيت يدخله من بابه، مش يبعت يجيب معاه سمسار. والله انا خفت ما يصير بينا لغه حوار وانا ابغى نتحدد. انا هقول لك بقى كلمتين ابرك من فيديو كليب. زين خير الكلام ما جل ودل. انت عاوز تتجوزني صح؟ ايه صح. وانا موافقه بس ليا شرطين. اشرطي كيف ما بدك. الشرط الاول انك ما تخرجنيش بره مصر خالص. يا ستي يا ستي السمكه حيمه بتخرج من الماء بتموت وانا ما ابغى اموتك. يا اخي ان شاء الله تسلم لي. الشرط التاني بقى انك تشتري لي الكباري بتاعنا كله وتكتبه لي باسمي. لا كتير كتير يا ستي ناني. اخصى عليك، كتير عليا انا. لا ما في شيء كتير عليكي، بس اخشى ان عزوز ما يبغى يبيع. عزوز ده كلب فلوس، اسالني انا. يعني لو رميت له عظمه زياده ينزل على جزمتك يلحسها. زين الجول، بس بقى انا عندي شرط واحد عشان اقبل شروطك. وكمان هتشرط. لا تاخذيني يا ست. قول لما نشوف. انا هشتري المحل. زين زين. وهكتبه باسمك. زين زين قوي. بس والله ما ترقصي المخلوق غيري. وارقص ليه؟ هو انا هشتري كباريه عشان ارقص؟ لا رقصه ولا منيله. انا هشتري كباريه عشان اديره كله زي عزوز كده. نعم. مساء الخير. مساء النور. خير في شيء؟ انا ساكن في السويت اللي جنبك. وبعدين في الحقيقة يعني أنا لما عرفت إن أنتي ساكنة هنا في نفس الأوتيل يعني قلت أجي أونسك وأسلم عليكي. وأنتوا عندكم بمصر لما تحبوا تسلموا على واحدة بتدقوا عليها باب بيتها؟
أو أوضة نومة؟ عندكم بمصر ما في شيء اسمه ذوق ولا احترام؟ لا 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 طبعاً، احنا عندنا في مصر كل الذوق والاحترام طبعاً. لا 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 خالص، لا لا لا. وبعدين انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي حاجة. وبعدين انا فاكر ان انت عشان خاطر عايشة في اوروبا الحاجات دي ما تفرقش معاكي، لكن انا اسف، انا اسف جداً، انا مقصودش اي حاجة. شفتي بقى، شفتي، انا 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 كنت جاي مخصوص عشان خاطر كان في معلومات مهمه جدا عن الشغل كان لازم اكلمك فيها، وهو ده السبب اللي خلاني ادور عليك. يعني حصل خير، تقدر تنزل تنتظرني تحت وانا بحكي مع مستر عماد لانه هو المسؤول عن شغلي هون وبلحقك. تمام خلاص، انا هنزل استناكي تحت، بس يا ريت بلاش مستر عماد عشان خاطر المعلومات اللي عندي حابب اقولها لك لوحدك يعني. ها بفكر، بنشوف شو هي المعلومات الخطيرة تبعك. تمام، أنا استناك تحت وخدي راحتك خالص، وبكرر أسف، يا أنا آسف. هاتلي قناة التت يا ولا، عايزة أتعلم الرقص عشان أغلب البت نوال. يا خرابي يا حاتي، ابني ابني يا خرابي، عملت في حق كده ليا ولا؟ عملت في حق كده ليا ولا؟ يا ليه كده يا ولا؟ انا ما عليك تحرق البومك عليك، ليه كده يا ولا؟ يا خرابي يا خرابي يا ابني 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 خدوني يا ناس. حبيبي يا سوكا، رد عليا يا ولا، يا ولد انا امك يا ولا، رد عليا، ما تسيبنيش قلبي عليك كده يا ولا. ارحمني يا رب يا ولا، انا ماليش غير ده، انا عايشه عشانك يا ولا، انا عايشه والله عشان، انا ماليش حد عشان انا يا اخويا. حبيبي حبيبي يا سوكا، عاجبك اللي بيجرى فينا ده يا شكري؟ الواد هيروح في شربه ميه يا اخويا. اهدى يا ام سوكا، ان شاء الله هينقلوا له شويه دم ويعملوا له العمليه وهيبقى زين بحق جه مصطفى ان شاء الله. يا رب يا اخويا يا رب. طول عمره ابوه وهو صغير يقول لي الواد سيد انك ده ابن موت، اقول له حرام عليك يا راجل، ما تفوتش على الولد، قلبي بيوجعني. كنت اتخانق معاه وهو اللي مات اهو، راح وساب لي الواد، ما عادش ليه حد في الدنيا غيره، هو عكازي وانا عكازي. يا عكازي اهدى يا مسوكا، يا عكازي. بقول لك ايه، اديني تليفون ما فيهوش يا سيدي اخويا. الو، السلام عليكم يا هاجر يا بنتي، عمك شكري معاك. تاخذنيش يا بنتي، بتصل بيك في وقت متاخر، بس معلش الظروف بقى. عاوز اقول لك ان سوكا حالته حرجه خالص في المستشفى، واحنا موجودين معاه. بطلب منك طلب يا بنتي، سايق عليك النبي لا تيجي تجري. ايوه تعالي، انت لو جيتي هتفرق معاها كتير قوي قوي. انت عايزني اقعد معاه لوحدي؟ انت فاهم يعني ايه؟ هعك الدنيا، ده انا مش متلميه على جدتي من دقيقتين العمي اللي جالي فيهم هنا. اسمعي الكلام اللي بقولك عليه يا كوريا، ما تنزليش قبل تلت ساعه لحد ما اكون بعتلك حد تبع عماد يقعد جنبك. وخليكي تقيله كده وراسيه، وما ترديش عليه بسرعه، مهما قالك حاجه لا تقولي اه ولا لا، قولي له هفكر. نعم يا اخويا. انت مالك؟ بقولك انت مش عاجبني، انت مال حالك مال كده؟ اقولك جالي السويت تقولي وماله، ودلوقتي تقولي وطلب منك حاجة وليله افكر ليه ان شاء الله فاكرني ايه؟ وانتي على طول حاطه دماغك شمال كده؟ بقولك لو طلب منك حاجة يعني في البيزنس في الشغل، مش حاجة شمال غلط. وبعدين خلي بالك هو بيسستم دماغك دلوقتي وحيكلمك في مشروعات عشان يسرقك وياخد فلوسك، لا تردي عليه بآه ولا لأ، قوليله انا هفكر وهرد عليك، فهمتي؟ ماشي. والنبى انا حاسه ان انت اللي هتوديني في داهيه، انت وسمران الزفت بتاعك ده، اله ربنا ياخده وينتقم منه ويحرقه بجزوزي قادر يا كريم. طب اتاخري شويه، هو هيستناكي، وانا هكلمك اول ما الراجل بتاعنا يكون تحت، وعلشان خاطري ما تلبخيش الدنيا يا كوريا. ماشي، باي اخويا. يا رب استرها معايا قادر يا كريم، انا ماليش غيرك انت عارف. انا وانا عايز اسيب لي اخويا. حصل له ايه يا مسوك؟ انت اللي جابك هنا يا دي البت، انت اللي جابك هنا، هو انت من يوم ما عرفك ما شافش انا ولا راح.
يا شيخ حرام عليكي، عايزه ايه منه؟ الواد هيموت نفسه، كان هيموت فيها. عايزه ايه؟ ده انت ايه يا شيخ؟ روحي كده اشوفه. طيب ابص عليه بس. الحمد لله بقى كويس يا هاجر يا بنتي. عملوا له العمليه ان شاء الله شويه كده ويفوق من البنت. استر يا رب. لو سمحتي لو سمحتي، هو انا ممكن اخش ابص عليه؟ لا والله مش هينفع، عشان خاطري انا ممرضه زميلتك في مستشفى المبرا. لو سمحت اتفضلي. شكرا قوي. طبعا انا بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده، صدقيني ما كانش مقصود، بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير؟ اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر، وانا متربيه على هيك ما بيجوز اغيره. انعم واكرم، بس غريبه قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموما انا غلطان، عشان كده ارجوكي ارجوكي اقبلي اسفي. حصل خير. عظيم، يلا اتفضلي اشربي. شكرا ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وومن في الدنيا ما بتشربش. يلا. ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المرة دي بس. يلا تفضل. خليني كده أحسن. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأني عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. في نصبايا كبيرة، ومش أي نصبايا، في نصبايا كبيرة قوي. شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أنبهك، مش عشان خاطر بس أنا خايف عليك، لا عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمة. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجة عن مصر، والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانية دي مبالغ كبيرة جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبة 500%، يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10-15 سنة عبال ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودورة راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيكي وجعكي؟ مالك عاملة حاجة ايه؟ مو معقول، أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده، بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر، هما ثلاث دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم الثلاث دول دول. وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا، لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر بفكر. يا رب يا هاجر، هاجر حبيبي قلبي، ياما الله كداكي فين يا هاجر؟ طار انا مش هغني تاني يوم خلاص، ادعيلي ياما النبي. عزوز ايه ده يا عزوز؟